وستكشف الحقيقة في الحلقة الجديدة من مسلسل الأسيرة، لأن نصف نهاية الموسم من السلسلة تم كتابتها بنص جيد. تمت كتابة النصف الآخر من خاتمة الموسم من السلسلة كمشهد شرير، لكن هذه الشرور لن تكون قادرة على الفصل بين حراء وأرهون. بداية، سيكون هناك العديد من المفاجآت الجميلة في المسلسل في الحلقة القادمة. أول هذه المفاجآت ستكون أن أرهون وحراء ربما سينجبان طفلا، لأنه إذا كنتم تتذكرون فإن حراء وأرهون كان معا في الحلقة السابقة. نما بطن حراء بشكل كبير منذ اليوم الذي كانت فيه مع أرهون. في الواقع إذا نظرتم بعناية إلى هذه الصور ستروا بوضوح الانتفاخ والنمو في بطن حراء. باختصار، حراء حملت من أرهون، لكن حراء لا تعلم حتى الآن أنها حاملة من أرهون، لأن حراء وأرهون مسؤولان عن قضية بريهان. ولكن هذا لا يشكل مشكلة، لأن حراء ستعلم أنها حاملة في الحلقة القادمة. ستكون حراء سعيدة جدا عندما تكتشف أنها حاملة. سوف تعطي حراء هذه الأخبار السعيدة لأرهون. سيشعر أرهون بسعادة غامرة لأنه سينجب طفلا من حراء. لذا كما سترون ستكون المفاجآت السارة في انتظارنا جميعا. وفي الحلقة القادمة أيضا سيتم إطلاق سراح أرهون من السجن، لأن نظيمة يلماز كاتبة سيناريو المسلسل لم تعد قادرة على ترك أرهون في السجن بعد الآن، كما أن أرهون هو الشخصية الرائدة في السلسلة. لهذا السبب سيكون أرهون دائما جنبا إلى جنب مع حراء. ولكن دعونا لا ننسى هذا الاحتمال، سيحدث مشهد حزين مرة أخرى في نهاية الموسم من المسلسل. أولا، سيكون حفل زفاف كينان ونورشا. كينان ونورشا يقرران الذهاب في إجازة لأنهما سيتزوجان، لذلك سيذهب كينان ونورشا لقضاء شهر العسل. سيقرر إرهون وحراء الابتعاد عن المنزل بعد أن تم لم شملهما، لذلك سيقرر إرهون الذهاب في إجازة مع حراء. ولكن لسوء الحظ في تلك اللحظة سيحدث شيء سيء للغاية لحراء. نتيجة لذلك سيشهد الجميع شخصيا وفاة حراء. سنشهد حتى قيامة بيريهان، لأن خبر وفاة بيريهان كاذب. سيتم الكشف عن هذه الحقيقة قريبا. إذا ماتت بيريهان حقا فإن عدوا آخر لأرهون سيؤذي حراء. لكن في الموسم الجديد سيجتمع أرهون وحراء مجددا. سوف تلد حراء طفلها وتشعر بالسعادة. إذن ما برأيكم، يرغب في الحصول على منزل مثل منزل حراء وأرهون؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى.